مع المرض هذايا والناس هذوما هما جنودنا. كيما قاعدين تشوفوا كيما قاعدين ترموا المده الاخرانيه الكل نسمعوا في عبيد معناها تمجد في الاطباء، شكر كبير برشا للاطباء. من جهه اخرى الاطباء وطاقم الشبه الطبي الكل قاعد يتذمر من نقص المعدات ويتذمر من لي سيتواسيون ولا لي سيركونستانس اللي قاعدين نخدموا فيهم. البنيه التحتيه معروفه في بلادنا كيفاش، دونك هذاك علاش اليوم نلقاو بعض الصعوبات. مده الاخرى نحكيو على نهارين التالي تدوينه جينا من طبيب، تدوينه جينا من عند الدكتور الجراح بالمستشفى العسكري دكتور ذاكر الهيذب في تدوين على صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي. الزملاء الاطباء والممرضين والمبنجين اللي قال فيها والا دعا باش انهم يتجنبوا شويه من بعض الموجات السلبيه للمواطنين ابارت معناها من لي فيديو اللي قاعدين يهبطوا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، الحاله نتاع مستشفياتنا كيفاش. دونك خلينا نوضحوا ولا ناخذوا معانا الدكتور ذكر الهيذب معانا في التليفون. صباح الخير ومرحبا. صباح الخير مرحبا. شنو حوالك دكتور؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. دونك الببليكاسيون ولا ستاتيو اللي هبطوا انت على الفيسبوك يظهر لي فما بعض الزملاء اللي تغشوا. انا نتفهم الغش نتاعهم وراي التدويره نتاعي عملتها باش نعمل رجع خاطر مازلنا في الحاله الاولى. اي الحالات الاولى احنا مازلنا في الحالات الاولى وبدات الحالات الهلع. صحيح راهو نفهم النفس البشريه والخوف الحاجه عاديه انه الناس يخافوا، يعني الانسان كذا يطلب في الـ في الـ في اليد من السلطات وكل راهو خاطر هو يحس بحاله نتاع خوف، خوف على روحه وخوف على عائلته. يعني نتفهم الاطباء بالاخص الشبان حالة الخوف نتاعهم، هو فيروس ما يعرفوش، العالم كامل عايش في الخوف، العالم كامل يقاوم في فيروس ما يعرفوش، في عدو ما يعرفوش. يعني حالة الهلع اللي موجودة في تونس هي بيدها نفسها موجودة في مستشفيات ميلانو، في مستشفيات مدريد، في مستشفيات يوهان، يعني نفس حالة الهلع. لكن احنا انا بالتدريب نتاعي اللي عملتها باش نعمل رجة يا الناس راهو فيقوا لارواحكم، انت كطبيب ولا كجندي الهلع تحس به وتحاولوا الى انرجي بوزيتيف، يعني تحولوا الى حاجه باش تقاوم بها حتى كان فما نقص امكانيات. اخي احنا في تونس حتى بالنسبه لجيشنا ما عندناش طائرات متقدمه وما عندناش اساس ولا ما عندناش حاجات قويه برشا باش نقاوموا بها بجيوش اخرى. ما جيش يقعد ما جيش باللي عندي انا جيش حتى في الجبهه بالسلاح اللي عندي. دونك انت حاولت ترج شويه معناها نقولوا بلغه اخرى ولا بلهجتنا التونسيه راهي معناها مش وقته باش احنا نتذمر ولا لازمنا ندافعوا على حياه الناس اللي موجوده اليوم بالامكانيات اللي عندنا. بالضبط انا حبيت نعمل رجع في بدايه الازمه، راهي مازلنا في بدايه الازمه. اذا كان كل واحد في جهه مريض باش يصير فيه الفوضى هذية اللي نعرفه اللي هي في المستشفيات راه موجود يصير فيه كوفيد وموجود للناس في الخط الاول موجوده معناتها الحمايه نتاعهم. ولكن المشكله شنو اللي صارت؟ تصير مع المرضى اللي ما عندهمش الاعراض كما صار في ساق. انا نتفاهم الفريق، نتفاهم اللي هما حتى حد ما قال لهم المريض ولا هو المريض بيده ما قال لهمش اللي هو دخل اون كونتاكت مع مريض عنده الفيروس. يعني نتفاهم الحاله اللي صارت لهم اللي مريض حتى حد ما يعرف اللي هو عنده فيروس، يعني حتى حد ما كذب عليهم ولا عرفهم كذب عليهم وخبى عليهم معلومه. يعني صارت تصير الغلطات هذيا انه مريض يدخل ما يدخلش في السيركوي بتاع الكوفيد، فما سيركوي نتاع الشك نتاع الفيروس اللي هو يتعدى بال 190 يتعدى يقعد في دار، وحتى اذا كان يحس باعراض نتاع ضيق تنفس يكلم السامو يجي يهزه. هذاك هو السيركوي نورمال اللي هو منظم توا في تونس. لكن عندنا امراض مزمنه، احنا في الاستعجالي نتاعنا ديما تلقى فما 200 300 مريض في ساعات الذروه الاستعجالي معدي. وينهم الناس هذوكم؟ باش يجيو راهو الناس هذوكم اكيد باش يجيو، وفيهم واكيد اللي فيهم مرضى باش يكونوا حاملين للفيروس. يعني لازمنا نتحضروا الحاله هذه. لازم يكون عندنا رباط الجيش اللي حكيت عليها، ولازم يكون المشكله في الطبيب شنو هي ولا الطاقم الطبي. 95% انه باش يجيه الفيروس ويكون تجي حاله خفيفه ان شاء الله. الناس الكل تجيهم حاله خفيفه، اما المشكله فيش الطواقم الطبيه كل كي يجيها الفيروس راه باش يمشيو يعملوا الكارونتين، معناتها باش يمشيو 14 يوم ماهمش باش يخدموا. دونك يعني ما عادش باش نلقاو شكون باش يحمي ولا شكون باش يداوي. هذاك علاش لازم تحمي الطواقم الطبيه، هذاك علاش الطواقم الطبيه بالخاص الخط الاول وحتى الخط الثاني لازم يكونوا محميين، خاطر اي واحد ولا اي قسم باش تلقى فيه الفيروس باش يتسكر والا الناس باش يمشي كل في الحجر الصحي. صحيح. يعني شكون باش يمشي يداوي المرضى العاديين؟ المرضى العاديين نحكي لك شوفوا الاحصائيات نتاع عام 2019 قداش يجيين المرضى الاستعجالي، وينهم هذوك؟ هذوكم راهو باش يجيو. باهي دكتور فما كلمه انت قلتها مهمه جدا وما نجمش نتعدى عليها مرور الكرام، قلت احنا اليوم مازلنا في بدايه الازمه. معناها مازلنا في بدايه الازمه. نحكيو على المرحله الثالثه في مجابهه فيروس الكورونا ومازلنا في بدايه الازمه. لا
بالطبيعة خاطر المرضى القدم كانوا يجينا حالات واردة كل ما توا ولا فما عدوى داخلية. ولا فما عدوى داخلية يعني تحدينا المرحلة أخرى. بعدين مرحلة أخرى لازم نحضروا روحنا. معناتها ما نبداوش مفجوعين من الأرقام، راهو الأرقام نحمل باش ترتفع لكن لازمنا نعرفوا واش نتعاملوا معاه. معناتها يلزم الكوميونيكاسيون تكون واضحة بين الطاقم الطبية والمرؤوسين نتاعها. يعني تكلم تلقى المرؤوس من الرئيس نتاعك في الشغل يسمعك. ما تعداش بالفيسبوك وتعدى بالفيديو. عندك مشكلة لازم ترفعها طول ولازم يجاوب هو فيها. واللي ما يجاوبش يخرج، يعني ماهوش أهل الإدارة. إذا كان تلقى واحد في الإدارة ماهوش يجاوب فيك ولا ماهوش لاهي بيك ولا مسكر التليفون ويخرج في معناتها فيها هذاك في حالة حرب إنسان ماهوش موجود يعني غادر الجبهة. يعني واضح. من غير ما نتعداو من غير ما عايشكم راه نعرفكم تغششتوا عليا الأطباء الشباب يسمعوا فيا توا نعرفكم تغششتوا وسمعت برشا كلام أنا قابلوا منكم نعرف تلامذتي فيهم برشا ومتحملوا الكلام منهم أنا جيت حبيت نعمل الرجة النفسية الأولى. بي دكتور من موقعك انت ومن ممارستك للمهنه هذيا والفيروس والازمه اللي قاعدين نعيشوا فيها الاجراءات اللي خذتها دوله اليوم في مجابهه الفيروس من اول ما دخل ولا من اول ما بدا ينتشر شو قولك فيه؟ في تونس ماشيين في معناتها فما اغلاط وما فماش في العالم كل فما اغلاط كل البلاد عملت الاغلاط نتاعها حتى الصين راه فيها اغلاط راه الصين توا حالات عاده قاعده ترتفع وما نعرفش الارقام صحيحه ولا لا. ايطاليا فما اغلاط كبيره صارت في فرنسا فما اغلاط سياسيه صارت اكثر من في تونس عملنا حاجات اتفاقيه لكن صارت الاغلاط في الناس اللي رجعوا وعملنا على الوعي نتاعهم وتسيبوا في الطبيعه. يعني هذيك الغلطه الكبيره اللي صارت لنا في تونس وان شاء الله ما تكونش تبعاتها كبيره. ان شاء الله يا ربي دونك ان شاء الله بقدره ربي لاباس والازمه هذه تمر وان شاء الله نكونوا زاد قدها وقدود كما نقولوا هكا ولا دكتور؟ ان شاء الله ان شاء الله نعطي حاجات ايجابيه في الاخر نجموا نخرجوا منها. نحافظوا على الجبهه الداخليه نتاعنا، الجبهه الداخليه هي الاطارات الطبيه. نحافظوا عليهم راهو هذوك الكنز نتاعنا هذاك جيشنا. كما قلت لك راهو باش يمسوا الفيروس راهو مسنا الكل وراهو معناتها نقطه الدفاعات نتاعنا تحت يعني. واضح. شكرا لك دكتور ذاكر يعطيك صحة على المداخلة معنا اليوم في بداية زوم 73. تحية لك وتحية للطاقم الطبي الكل والشبه الطبي اللي موجود في تونس واليوم هما كما قلنا الجيش متاعنا اللي موجود في السبيطارات واللي موجود في المساحات واللي قاعد يحاول انه يتصدى للفيروس هذايا ومعرض حياته في الخطر. دونك العشرة و24 دقيقة احنا مازلنا مكملين معاكم وقدوا معنا زوم 73. ما تنسوش اذا كان فاتتكم اي حاجة تنجموا تلقاوها على الباج فيسبوك متاعنا في الفيديو لايف ولا زادة تلقاوها ديما على سيت اوفيسيال www.nejmafm.com وبيان موجزنا الإخبارية تكون مفصلة تلقاو فيها آخر المستجدات والأخبار.